من خصائص يوم الجمعة أنه يوم عيد في الأسبوع، فهو كالعيد العام. قال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد: ولما كان بمثابة العيد العام جعل الله عز وجل فيه صلاة. أين القربان الذي يكون في العيد العام مع الصلاة؟ أين هو في يوم الجمعة؟ قال رحمه الله: فشرع لهم الصلاة وشرع لهم التبكير إلى يوم الجمعة، فإنه بمثابة القربان. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة فراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وفي رواية في الصحيحين: طوت الملائكة الصحف وأتت لحضور الذكر.